السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنقدم لكم نموذج للامتحان، بنبدأ في التعبير الوظيفي. بيقول لي اكتب لافتة استرشادية تحث فيها زملائك على التسامح والعفو. طبعا بعمل المربع الصغير بتاعي وبكتب اللافتة وبقول ايه مثلا العفو عند الايه عند المقدرة. نأتي الى سؤال التعبير الابداعي، يقول لي بالعلم والعمل ترتقي مصر وتكون لها مكانة عظيمة بين الدول، اكتب في هذا الموضوع او اكتب عن اهمية العلم والعمل. طبعا في البداية قبل ما بتكلم في بعض الملاحظات كده بنحب ننوه إليها، وهي تحسين الخط أثناء كتابة موضوع التعبير وعدم الشطب، أيضا البعد عن الأخطاء الإملائية، الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث وأبيات من الشعر، كذلك استخدام علامات الإيه علامات الترقيم. طبعا لما بنتكلم عن العلم والعمل بقول ان افضل ما يكتسبه الانسان هو العلم النافع الذي ينفع الناس ويقدم لهم خدمات كثيرة. طبعا عندي حديث العلماء ورث الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، وبتكلم عن ايه عن اهمية العلم والعمل. نأتي بعد ذلك إلى التعبير، نأتي بعد ذلك إلى موضوع القراءة وهو موضوع تربية الإيه تربية الدواجن. أول حاجة الأم، إن الإنسان يلتقط العدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بالطيور المصابة بالمرض. أمير، وماذا يفعل الشخص الذي يخالط الطيور؟ السؤال الأول بيقول لي هات مرادف يلتقط. كلمة يلتقط يا ولاد معناها يجمع من هنا وهناك، يلتقط معناها يجمع من هنا وهناك، جمع الشخص الأشخاص، جمع الإيه الشخص الإيه الأشخاص. مفرد الطيور، مفرد الطيور، ها مفردها إيه؟ أيوه برافو عليك، الطيور مفردها الطائر. أما مضاد المصابة، ها المصابة أي المريضة، معناها إيه مضادها إيه السليمة. السؤال التالي، كيف يلتقط الإنسان العدوى بالإنفلونزا الطيور؟ أرجع للقطع أولاد، هعرف إن الإنسان بيلتقط العدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بالطيور وعن طريق الإيه وعن طريق الهواء، يبقى عن طريق الهواء والاحتكاك المباشر بالإيه بالطيور المصابة بالمرض. السؤال اللي بعد كده بيقول لي بما أجابت الأم عن سؤال الأمير الوارد في الفقرة، طب إيه هو السؤال؟ ماذا يفعل الشخص الذي يخالط الإيه الذي يخالط الطيور؟ الإجابة يا أولاد، الشخص الذي يخالط الطيور عليه أول حاجة يرتدي قفازا في يديه ونعلين في رجليه. اثنين، يجب أن يغسل يديه بالماء والصابون بعد الاختلاط. ثلاثة، يستخدم بعض المطهرات مثل الكلور. أيضا التخلص من مخلفات الدواجن بحرقها أولا أولا بأول. ده سؤال الايه القراءة. نأتي بعد ذلك إلى قصة مغامرات في أعماق البحار. بيقول لي كان الحمام الزاجل يستخدم في المراسلة أو في يستخدم في إيه؟ في المراسلة. تمام؟ حيوان بحري أكمل، حيوان بحري له 8 أذرع. ها إيه هو الحيوان البحري اللي له 8 أذرع؟ الأخطبوط. الأخطبوط هو حيوان بحري له 8 أذرع. نأتي بعد ذلك إلى السؤال التالي، على ما اتفق عقلة الإصبع وأخته أماني؟ اتفق على أنهما يصعدا إلى سطح الإيه إلى سطح الماء. لماذا؟ ليعرفا حكاية الأنابيب الإيه الأنابيب الحديدية التي استقرت في الماء. سؤال القراءة المتحررة بيقول لي كل يوم نستخدم الماء، نشرب منه ونروي الزرع ونسقي الحيوانات، ولذلك يجب علينا المحافظة على نظافته فلا نلوث مصادره حتى لا يصاب الإنسان بالأمراض، وعلينا ألا نسرف في استخدامه فقطرة الماء تساوي حياة. تخير الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. معنى استخدام إهمال ولا استعمال ولا إسراف؟ ها معنى استخدام معناها استعمال. مفرد مصادر، مفرد مصادر
مصدر ولا صدر ولا مصدار؟ ها مفرد مصادر مصدر. جمع قطرة قطرات ولا قطور ولا أقطار؟ ها جمع قطرة قطرات. نأتي إلى السؤال التالي، بيقول لي الماء ليس له أي فوائد. طبعا إجابة خاطئة، يجب علينا المحافظة على نظافة الماء. إجابة صحيحة. يبقى السؤال الأولاني في صح وغلط، ضع علامة صح وعلامة خطأ. الماء ليس له أي فوائد، إجابة خاطئة، يجب علينا المحافظة على نظافة الماء، الإجابة صحيحة. كيف نحافظ على الماء؟ أرجع إلى الفقرة أولاد أقول وشوفها. ها يجب علينا المحافظة على الماء، ها كيف بأن لا نلوثه فلا نلوث مصادره حتى لا يصاب الإنسان بالأمراض، وعلينا أيضا ألا نسرف في استخدامه. يبقى كيف نحافظ على الماء؟ أن نحافظ المحافظة على نظافته فلا نلوث مصادره. يبقى كيف نحافظ على الماء؟ ألا نلوث مصادره حتى لا يصاب الإنسان بالأمراض، وألا نسرف في إيه؟ في استخدامه. نأتي بعد ذلك إلى سؤال النصوص، وهذا النص إجباري اللي هو نص الاعتدال في الإيه؟ الاعتدال في الإنفاق. طبعا النص الشعر بيجي لي نصين وبختار منهم نص واحد زي ما احنا هنعرف. قال تعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه غفورا. تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. كلمة مرادف المبذرين معناها معنى المبذرين المسرفين ولا العابسين ولا المتكبرين؟ ها معنى المبذرين المسرفين. مضاد آتي وآتي ذا القرب، آتي معناها أعطي يا أولاد، فمضاد آتي معناها أعطي ولا خذ ولا إبعث؟ ها آتي مضادها خذ. السؤال التالي بيقول لي جمع كلمة حق حقوق ولا حقائق ولا حقيقة؟ جمع حق حقوق. بما أمرنا الله تعالى في الآية الأولى وعما نهانا؟ الله سبحانه وتعالى يأمرنا في هذه الآية بصلة الأرحام والإنفاق على ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. وعما نهانا؟ ينهانا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن الإسراف في غير إيه؟ في غير وجه حق. ولا تبذر تبذيرا، يبقى نهي عن الإسراف في غير وجه إيه؟ في غير وجه حق. أكمل من وجوه الإنفاق في سبيل الله، ها اللي وردت في الآية أولاد، ها المساكين وأبناء السبيل والفقراء والإيه والأقارب إلى غير ذلك. ما الجمال في قوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين؟ ده يا أولاد بقول عليه هنا تعبير مؤكد بإن، وهنا تشبيه أو شبه تشبيه المبذرين الذين ينفقون أموالهم في غير وجه حق بالشياطين في أفعالهم وتصرفاتهم. السؤال التالي سؤال نصوص الشعر، بيقول لي اختار سؤالا واحدا من السؤالين التاليين. يعني المفروض في الامتحان يا أولاد بختار سؤال واحد بس، إنما احنا طبعا هنجاوب على الإيه؟ على السؤالين دلوقتي. أول حاجة من نص مصر أنشودة الدنيا، اقرأ ثم أجب. يا مصر يا أنشودة الدنيا وأغنية الشعوب، يا كعبة الأحرار رن هتاف نصرك في القلوب. هات مرادف أنشودة، ها أنشودة معناها يا أولاد، أنشودة معناها أغنية، أنشودة معناها إيه؟ معناها أغنية. يا مصر يا أنشودة الدنيا، يبقى كلمة أنشودة معناها إيه؟ معناها أغنية. والمراد بها أولاد هنا الشعر الإيه؟ الشعر المغنى. والمراد بها إيه؟ الشعر الإيه؟ المغنى. جمع كعبة، جمع كعبة يا أولاد، كعبة كعبات وكعاب، جمع كلمة كعبة كعبات وكعاب. مضاد نصرك هزيمتك، مضاد النصر الإيه؟ الهزيمة. ما الجمال في قول الشاعر يا كعبة الأحرار؟ الجمال في قول الشاعر يا كعبة الأحرار، ها برافو يا كعبة الأحرار، ده تعبير جميل يا أولاد، يصور مصر بالكعبة، وهذا يدل على عظمة مصر التي يقصدها الأحرار اقتداء بها. الشاعر قائل هذا النص اختار محمد عبد المطلب،
محمود حسن إسماعيل أحمد شوقي، طبعا الشاعر هو محمود حسن إسماعيل. نأتي بعد ذلك إلى خريطة الكلمة لكلمة الضياء. الضياء يا أولاد نوعها اسم، معناها النور، مضادها الظلام، تمام؟ أحطها في جملة، ممكن لو أنا مش عارف خالص أجيب الجملة اللي الموجودة على مصر أن تنشر الضياء إلى جميع الناس. نأتي بعد ذلك إلى النص التالي وهو النص طريق طريق المعالي. الشاعر بيقول: إن كنت تبغي المعالي فالعلم أهدى سبيلا، واغضب عليه مجدا واطلبه ظهرا طويلا. هات مرادف تبغي. تبغي يا أولاد، ها تبغي معناها تريد. تبغي معناها إيه؟ معناها تريد. مفرد المعالي، مفرد المعالي، ها المعالي مفردها المعلاة، المعلات، مفرد المعالي المعلاة. مضاد مجدا، كلمة مجدا مضادها مضادها كلمة مجدا مضادها إيه؟ مضادها كسولا. ما الجمال في قول الشاعر واظب عليه مجدا؟ ما الجمال في قول الشاعر واظب عليه مجدا؟ ده أمران يا أولاد للنصح والإرشاد. السؤال التالي: من الشاعر قائل هذه الأبيات؟ من الشاعر قائل هذه الأبيات؟ هو الشاعر محمد عبد المطلب. أكمل عائلة الكلمة لكلمة يسعى. عائلة الكلمة: تسعى، نسعى، أسعى. نأتي بعد ذلك إلى سؤال النحو: المؤمن محبوب يقف خلف الإمام خاشعا ويستمع إلى الواعظ جيدا ويقرأ القرآن طلبا لرضاء ربه، ولذلك يحبه الوالدان ويساعده المسلمون والمسلمات. أعرب ما تحته خط. نأتي يا أولاد، كلمة المؤمن محبوب جملة اسمية، المؤمن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم، يقف خلف. خلف يا أولاد ظرف زمان، ظرف مكان، ظرف إيه؟ مكان. يبقى خلف ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه إيه؟ الفتح. ويستمع إلى الواعظ، إلى حرف جر، الواعظ اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسر. ولذلك يحبه الوالدان، الوالدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مسن. نأتي بعد ذلك بيقول لي استخراج، استخرج جمع مذكر سالم، المسلمون، جمع مؤنث سالم المسلمات، مثنى الوالدان، اسم إشارة، احنا خدنا أسماء الإشارة للقريب وللبعيد، عندي أسماء إشارة هنا للبعيد اللي هي ذلك وتلك وأولئك، عندي ذلك اسم إشارة للبعيد. نأتي بعد ذلك أجب بما هو مطلوب. قرأ المعلم، عايز جمع تكسير، قرأ المعلم الكتب مثلا، أو قرأ المعلم القصص، جمع تكسير. فاز نقط بالجائزة، عايز مثنى، أو الفاز الطالبان بالجائزة، فاز الطالبان بالجائزة. السؤال اللي بعد كده: كرمت الدولة، اختار كرمت الدولة المتفوقات ولا المتفوقات ولا المتفوقات؟ ها اختار ايه؟ جايبها لي مرة بالضمة ومرة بالكسرة ومرة بالفتح. ها طبعا ده جمع مؤنث سالم يا اولاد، وهنا انا محتاج جمع مؤنث سالم منصوب، منصوب علامة نصبه اليه الفتح الكسر. يبقى كرمت الدولة المعلمات، يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. كرمت الدولة المعلمات، يبقى كلمة المعلمات تعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. التاجر الأمين محبوب من الناس، سني واجمع الجملة السابقة. المثنى التاجران الأمينان محبوبان من الناس. طب الجمع التجار الأمناء محبوبون من الناس، أو التاجرون الأمينون محبوبون من الناس. نأتي بعد ذلك إلى الخط، يقول لي اكتب ما يملى
أكتب ما يلي بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة أخرى: الماء سر الحياة فحافظ عليه. بكتب الجملة دول دي يا أولاد مرتين، مرة بخط النسخ ومرة بخط الرقعة. سادسا الإملاء، ولذلك نكون قد أنهينا هذا النموذج، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.